قبل منه أكيد. ما زلنا باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 380 ألف. معنا محمد من تطاوين. محمد مرحبا. أهلا أخت فرح، شحوالك؟ صباح شحوالك يا سيدي، لاباس؟ عايشك والله، سعيد جدا أني كنت نحضر، لما الله غالب ظروف، أما بإذن الله في القريب العاجل باش نكون ضيف في الاستوديو إن شاء الله. مرحبا بك يا سيدي. عايشك الله طول عمرك، الله يبارك لك. إن شاء الله موضوع شيخ جدا، بر الوالدين ما فيش كلام، وصى به ربي وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء ديما كما نقولوا الحياة شنية هي؟ حياة كيما مش عارف اني واحد عالم تقريبا، الله نسيت مايكروسوفت قام قطع فيني بعض الخيوط اللي تربط لكم العالم ريزو مونديال اللي هو الانترنت. هكا من اول خلق من ابونا ادم للحظه هذه. سيدنا عمر قال، باش نهز كلامي على السيد اللي قبلي، سيدنا عمر قال ربوا ابناءكم لجل غيركم. ثم اباء ما توفقوش في حياتهم الماديه ورغبتهم الشهوه وكذا والدين، وخايفين على ارواحهم من ربي سبحانه وتعالى، وقبل الناس كانت محافظه تزوج بنيه بتعلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجوا فقراء يغنيكم الله. لكن هذه مشت مع اباتنا مع اجدودنا قبل، كانت النيه وكانت الطيب وكانت الناس تكره الحانوت بالكلمه. تو الدنيا تبدلت، الناس ولت تتنافس على السلطه، تتنافس على الكرسي كذا، حتى باش مش عارف اني باش تجيب حد تقصده في حكايه وكل شيء تولي ما عادش عندك كرامه. يعني اليوم الشباب اللي كذا وكل شيء، فما ناس حبت يقول لك خويا يعني تخلي لي كرامتي ونعيش فقير ونعيش مسلم عارف حدودي وضعيتي، اخوي فقير فقير مش ليس عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم فقير، ايه ايش لازم مانيش قادر. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من بلغ منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يصم ومن لم يستطع فليصم فذلك اوجع. وهنيكي الصيام على المعصيه، يصيم باش ما يعصيش، ما فيش يزنى. فهمت؟ انت خليك على الموضوع شويه راسي محمد. لا ما خليش، ما حلقه واحده يا اخي سبحان الله. نحكيو على كل شيء، نحن مش نحكيو على عقوق الوالدين اساسا. بالنسبه للاشخاص اللي قاعدين يتعاملوا بمعامله سيئه مع والديهم اليوم، هذا شنو اللي نحبوا نعرفه؟ الاشخاص باه تقولي لي الاشخاص اللي عانوا عقوق والدين، شوف ولدك شبيه مستحق. والله ناكد لك لو كان نعملوا تجريد ونعملوا دراسة، إنما نلقوا الآباء مقسمين حتى في الحنان. سبحان الله، يحب ولده كبير أكبر من صغير، وهذه مشكلة. مشكلة عاطفية، ما فيش أبناء كيفك تعاملهم كيف كيف في العطف في الماديات كذا. وقت اللي يوصل النضج نتاع العمر تعطيهم سيرهم وتحاول تحببهم في الطاعة وكذا، وتخليهم حزمة واحدة، ما تخليش إبليس يفرق بيناتهم. قولوا بريتي مثال، كونوا حزمة واحدة. وتعطيه مثال، تجيب عود تقول عود الروح قد تكسره، كي يبدا معظم يقدش يكسروه كذا، ورد بالها من الاخطاء. ساعات انت لو ساعات الابناء يكونوا صالحين، يعني معناه يمن عليهم ربي بالعلم الشرعي وكذا وعلم وكل شيء، وتجي تنصح بوك تقول له يا بابا رد بالك، راهو راهو العائله هذه تعرضت من نفرض عنكم بحثتوا فيه انتم موضوع السحر وكذا، يجي يقول لك لا يا ودي العائله هيك راهي بتضرك، ابعد عن روحك يا ودي، هجي بريتك هاجر كذا، سيب ليك الشخص هكا راه صحيح خوك حبه، مش ما تعرفش لكن راه بيضرك. لا اكد لك ان الشيء هذا راني عايشه في الدار، بابايا راني محب ريتي يخدم المرمم من الصبح للليل وما ديما يبقى بابو دي. لكن سامحني راني نشوف معامله، راه عندك الحق، لكن ديما ديما يبقى بابو، ما عندي من دير. اكيد يبقى بابو اكيد. مشكور محمد. نحب نعطي بالله رساله يا اخت فرح، الله يطول عمرك، الله يبارك لكم. راهو رقم كانت تجي تشوفوا الاسره، الاسره هي نواه المجتمع. بالله الشاب ما عندهش حق اوت، يمكن منبوذ في ما بين امداده في كي يقعد في قعده، المستوى التعليمي يعلم بها ربي. برا شوف اول تحب ذريتك يطلعوا ربيها على الطاعه، هز معك للجامع، ادعي نور في قيام الليل، صلي اللهم يا رب اجعل ابنائي من الصالحين، ابكي مع ربي والله ما يطلع من الصالحين، لان صلاح الاداء ياتي في الابناء. حياة المادية وحياتك كذا وكل شيء، المهم بعد على الحرام، بعد على الحرام كل شيء. وكأنه إجابة الخليل اللي كان معانا في التليفون محمد، لأنه خليل بكري وقت اللي تكلم يقول بابا ما يهزنيش ما يعمليش، كنت ناقص قدام ندادي، وكأنه إجابة محمد الخليل اللي كلمنا من بن عروس. أي مشكور سي محمد على المداخلة. فقط فضيلة الشيخ نحب نرجع على نقطة معينة، لأنه عادة في البرنامج هذية تطرقنا على مجموعة كبيرة من المواضيع، وفما برشا شكون جاء وحكالنا في تدخل الوالدين في اختياره ولا اختياراته، ومجرد انه يمشي في الثنيه اللي هو يحب عليها، واللي مثلا انه يتزوج بمراه يحبها تقول له امه انا مانيش راضي عليك، ولا الوالد نتاعو يقول له مانيش راضي عليك. المساله هذه
كيفاش في الشرع؟ هي مسألة مهمة جدا وتقع وتتكرر، وفما مسألة أخرى زاد كذلك ذكرها أخونا محمد تو نتحدث عليها إن شاء الله، وسعفنا زمان قضية عدم العدل في بين الأبناء وش تسبب. بالنسبة للنقطة اللي أثرتها أختي فرح، كون هل من حق الوالدين أن يعني يجبرا ابنتهما عن الزواج بشخص لا ترغب فيه أو شيء من هذا القبيل، أو يقول للولد، ما أقول الولد ما نجمش يرغمه، ولكن يعني يقول له ما نرضاش عليك لو كان أخذت فلانة، أو لو كان خذها وأنا أنساني، أو ما فهذا كله يعني خطأ. لماذا؟ لأن الوالدين يعني هما في تلك الفترة تكون لهم نظرة من فيها كياسة، بينما الشباب تكون نظرة حماسة. وفرق بين عقل الشاب يعني التي تقوده الفورة ويقوده ربما كذا وبحر العاطفة الذي يسبح فيه، وبين الأب والأم اللي بيش ينظر برصانة ويقوس الأمور بمقياس الشرع ومقياس العرف ومقياس الدين وكذا. إذا كان الرفض هذا يعني رفض لأسباب وجيهة لأنه هو أدرى بمصلحة ابنه أو بنته فهو معتبر، لكن إذا كان الرفض كما ذكرت يعني كونه لا ما يحبش بنته تعرس أو ما يحبش تتزوج فلان يعني كذا أو أسباب، يعني هو رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم ما ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا نركز على شرطين أساسيين هم الدين والخلق، ينجم يكون متدين ولكنه غير خلوق، يعني يؤدي العبادات ولكن ليس هناك أثر للعبادات في سلوك، ونجم يكون يعني ثري مثلا ويعنف زوجته وهي تحب. حتى رسول صلى الله عليه وسلم جوه قالوا له يا رسول الله بنتنا تقدموا لها زوج أشخاص، شاب معسر ما عندش فلوس وشيخ موسر راجل كبير وعنده فلوس، عنده باشا فلوس وهي تحب الشاب على عسرية كانوا ما عندوش لك تحب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح، قال ما دامهم يحبوا بعضهم النكاح يعني الزواج، قال زوجوها للشاب اللي تحبه. هذه الدين أعطاه حق الفتاة في الاختيار، فالوالد لهنا ولو في بعض المذاهب مثلا عند المالكية هو يعتبرونه ركن في الزواج، الحنفية لا يعتبرونه ركن، ولكن في كلتا الحالتين بالنسبة للولي إذا كان استبد بسلطته يعني يسموه العضل في الفقه الإسلامي. العضل هنا كونه يرفض تزويج بنته لأسباب غير موضوعية ولأسباب ليست وجيهة، هنا يزوجها القاضي، والسلطان ولي من لا ولي له، يصبح القاضي هو وليها ويزوجها بمن تريد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاءت واحدة قالت له أنا زوجي استشهد وأنا تقدم لي خو زوجي يعني عم أولادي، علاش تحب تتزوجه؟ قالت هو عم أولادي ونعرفه سلفها سابقا. فقالت له لكن والدي رافض. نداه قالوا أنت الذي لا خيار لك، ما عندكش دخل في الأمر هذا. وقالت أردت أن أعلم النساء أنه ليس لآبائهن عليهن سبيل، يعني إذا كان لأسباب وجيه. لكن أحيانا تكون مسألة طيش، وأحيانا يكون الشاب يعني يحب نسق المغامرات أو شيء يعني ويريد أن يقيم قصة حب يعني كذا فهذا هنا تجي الرصانة متاع الوالدين يتلطفوا في التمنع. والابن زاد كيف يحب يقنعهم يستلطفهم ويقولها يا أمي تو كذا وبإذن الله تو ما تشوفي منها كان خير إلى آخره، يتلطف هو. رب سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ويبذلوش هما الجهد، جاهداك يعني بذلوا الطاقة والوسع، ليش؟ باش يخلوك تشرك بالله، ما تطيعهمش ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، عاملهم معاملة طيبة في الدنيا، ولو كان هما معناها كفار وانت مسلم يقول لك لا نحبك تخرج من الدين ما تطيعهمش، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم حدود لطاعة الوالدين ولكن المصاحبة باللطف. تنحكيو شوية إخا في الحدود مهم برشا، لكن باش ناخذوا روضة في التليفون. روضة من جربة، مرحبا روضة.